قصف ومجازر بالجملة ترتكبها قوات الأسد في الغوطة الشرقية لدمشق، في الوقت الذي تعاني فيه تلك المناطق من إهمال خدمي وبيئي يهدد بكارثة إنسانية لآلاف المدنيين عبر انتشار الأمراض والأوبئة، وذلك بسبب توقف أعمال الخدمات لا سيما المتعلقة بالنظافة والصرف الصحي. لاحظنا ازدياد بعدد المراجعين المصابين بالإنتانات المعوية المعندة والإسهالات الشديدة، طبعا على رأسها كان الحمى التيفية. هناك أيضا أمراض منقولة بالحشرات مثل البعوض والذباب نتيجة تكدس وتراكم القمامة في عدة أماكن، عدم وجود طرق للتخلص منها ومكابن نفايات خاصة بها. بيبلغ عدد المراجعين تقريبا يوميا عندنا 200 مريض، 50% من هؤلاء المرضى حاملين لأمراض السهالات الشديدة والحمى التيفية والإنتانات المعوية. انتشار الأمراض الناتجة عن ظهور جداول المياه الآسنة وإخلاطها بمياه الشرب دفع الأهالي إلى ترك منازلهم والنزوح إلى أماكن أخرى تتوفر فيها مقومات النظافة وإن كانت بحدودها الدنيا. في ضرر كبير من هالمي اللي عم تطلع، مي وسخة وروايح وبرغش، عم يلحقنا برغش يعني، وصحة الأولاد ما كله عم تمرض عنا من هالموضوع هذا. وبدورهم يعزو القائمون على المكاتب الخدمية أسباب انعدام النظافة إلى القصف اليومي على المنطقة، والذي ألحق أضرارا مختلفة بالبنى التحتية إضافة للترسبات الحاصلة في شبكة الصرف الصحي. وكثير من الإشكالات أو تعطل الشبكات والأنابيب كان موجود في مناطق تعرضت لقصف عشوائي أو ممنهج سواء من الطيران أو من المدفعية الثقيلة أو غير ذلك. وهنا يتساءل البعض عن دور المجالس المحلية ومجالس المحافظات الحرة في مثل هذه الحالات، فيما يتساءل آخرون عن احتمال انفجار مأساة تضاف لسلسلة المآسي التي تعيشها الغوطة الشرقية لتضيف نوعا جديدا من الموت لم يذقه سكانها بعد.